وسط الميدان، بينما في الهجوم آدم الناس، بليلي على الرواق الأيسر، وبغداد بنجاح كرأس حربة ومهاجم صريح. هذه تشكيلة الناخب الوطني جمال بلواضي الطامح لرقم جديد ولهيبة وللحفاظ أقول على الهيبة وللبقاء في نسق الفريق غير المنهزم. من هناك يمنح الكرة مباشرة، تصل الكرة لإبراهيم ياسين أحسن لاعب في حسبا للعودة في أول مباريات الكان، فريق صاحب التقاليد والعرقة في القارة الإفريقية. وبداية من هذه المباراة من هذا الاختبار الودي التعليمية إحدى استادات مؤسسة قبسية للمنتخب الوطني الجزائري. هنا الخطورة، هنا الصعب، الكرة تدخل الدفاع، الدفاع ماذا سيفعل بها؟ هل سيمر عن طريق المراوغة؟ يحاول المو بلايلي، طلق بلايلي، تخرج البالي المضايقة والكرة تخرج إلى خارج الكرة الجزائرية. يطرق بلايلي، ماذا سيفعل بلايلي؟ يتقدم بالكرة، بنجاح يتقدم، بنجاح الدفاع في اللحظة الأخيرة يخرج الكرة. الكان قبل الشروع في رحلة الدفاع عن صالح المنتخب الوطني الجزائري، تلعب بغداد، بنجاح الهدف الأول المباغت للخضر، الهدف الأول المباغت للخضر بطريقة مباغتة مفاجئة. آدم الناس بالرجل اليسرى على غير العادة بطريقة ممتازة، يباغت الحارس مناف نور الدين في هذا الخط في غياب إسماعيل بن نصر. الكرة لصالح المنتخب قبليلي، هرب له من هناك فضل المواصلة بالكرة، لا يزال يقبع ويجلس في دكة البدلاء، ومع ذلك حينما يكون مع المنتخب الوطني يقدم ما يجب أن يقدمه في محور حاضرة. إبراهيم يرجح لبليلي، يلا يا بليلي، تسديدة، دفاع بصعوبة، الدفاع بصعوبة يخرجها. الضغط الجزائري الآن حاضر، ضغط المنتخب الوطني الجزائري الآن حاضر في هذه المباراة بعد هذا الخضر لأربعة أشهر فقط، ولم يوفق في قيادة، كان يزخر بالنجوم وباللاعبين الكبار، فردية الحاضر على كل عنصر، عنصر العنصر كان الملتحق به في الأشهر القليلة. هنا ترد الاعتبار على الرواق الأيسر، محاولة تستعيد الكرة، يلا من هناك انطلق رامز، انطلق رامز، التسديد، با 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 با، ممتازة ممتازة المحاولة من رامز، لم يجد الحلول فقرر التسديد مباشرة. الكرة حذاري حذاري حذاري، خروج مبولحي، خروج مبولحي، خروج مبولحي، لحسن الحظ لحسن الحظ لم يتمكن، موجود في فورمة عالية زروقي. من هناك لاعب المنتخب الغاني ميني سان دانيال، هنا بلايلي يتقدم بلايلي بشكل ممتاز، ولكن التركيز مع أدفانتي هناك في الدوري الهولندي. الكرة تلعب لكن بالخطأ على رامي بن سبعين الحكم، جزائرية دائما، بنجاح يلا يا بنجاح، التسديدة من بلاك في جهتي اليمنى، محاولة المرور بين ثلاثة العناصر، الكرة غانية في الرواق الأيسر، محاولة من ركل المرور عن طريق المراوغة من بوكي ريتشارد، ولكن الحضور القوي والذهني البدني والذهني من يوسف عطال في رامز الرقي يسترجع الكرة، ثم سرعان ما تعود غانية، ماندي في المتابعة لكن بالخطأ، بالخطأ في مرار يظل مطلوبا، يجب إنهاء المرحلة الأولى بالتقدم تام ويعني ضبط الأوراق. هنا الكرة من هناك ناحية توسوس صامويل، التسديد، حذاري حذاري حذاري، بروعة، يا سلام بروعة، عيسى ماندي في مثل هذه الحالات دائما حاضر، تدي الكرة تبقى الخطورة وتبقى الحذر مطلوب هنا، بنجح نشاهده، بنجح بروعة، بنجح حذاري حذاري، قبل تنفيذ هذه الركنية تلعب مباشرة طويلة، محاولة للمنتخب الغاني هنا الركنية، الكرة تثبت النتيجة، ولكن دفاع المنتخب الوطني بحول الله قوي منسجم متكامل بوجود بدران وماندي وعطال وبن سبعيني إلى جانب الزروقي وزرقان هذا الركنية صالح منتخب غانا، تلعب الركنية مباشرة أخرى بطريقة دور طرق مختلفة، بلايلي لبنجاح توصيات حذر من هذه الكرة، تلعب مباشرة غرات، الكرة جزائرية، رامي بن سبعيني يرجع خطير صاحب التسديدات، حذاري ما تتركوش، يسدد بو 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 بو، بولحي بروعة، بولحي بروعة، يخرج الكرة إلى الركنية بالضغط على حامل الكرة، نشاهد محاولة البريسينج من عناصر منتخب غانا، حذاري هنا يا رامز، لا تغامر كثيرا، لا تكثر من المغامرة يا رامز. مقابلتين اثنتين، الودية هي الثانية في تاريخ المواجهات بين فوز غانا بهدف جانا ساموا، اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ منتخب غانا والهدف التاريخي، طبعا شارك في 106 مباريات، سجل بنتيل جوزيف والاعتماد على بوكي ريتشارد، ولكن
ريتشارد بواكو، حذاري حذاري حذاري، صعب الكرة صعب الكرة، خارج خارج الكرة إلى 55، خارج الكرة، مطالبة بركلة جزاء، ولكن الحكم كان قريب من اللقطة، كان على بعد أمتار قليلة من اللقطة. بينيتسيل جوزيف، الحكم القطري يعطي إشارة التنفيذ. أصف في اللقطة السابقة، رامي بن سبعيني يفضل التريث، يطلب المساندة، يتريث، هنا إسحاق يحاول المرور، حذاري حذاري، التهيئة والترويض، ولكن الدفاع يدخل، ما توصلش الكرة لإبراهيم الزروقي، استرجعها بسرعة ويتحصل على الخطأ، وربما هي روح يوسف، روح يوسف توغل، توغل مراوغة يا سلام، قادم لتقديم انطلاقة في الرواق الأيسر، المتابعة من آدم والناس، ولكن بالخطأ على جوزيف بينيتسيل، الخطأ على جوزيف بينيتسيل، بين سبعيني، المتابعة من بن نصر بشكل ممتاز، فينا تصل الكرة من جديد بشكل ممتاز إلى إبراهيمي، تدخلات عنيفة لكنه ما زال لحظات ولم أنتبه لذلك، العفو مشاهدينا، التسديدة، ومبلحي في المكان المناسب، مبلحي في المكان المناسب بطريقة ممتازة، أقول بأن بن نصر أخذ مكانه، نصر نجم الميلان، إبراهيمي تصله الكرة من هناك، رجعها لعيسى، ولكن بالخطأ عليه، الخطأ ارتكب عليه من قبل أودو إدموند، ماذا سيفعل بالكرة؟ يتوغل عطال، يتوغل عطال، يتوغل عطال، الهدف الثاني للمنتخب الوطني، الهدف الثاني للمنتخب الوطني بحدود الدقيقة 75، هدف رائع بعد عمل ثنائي وثلاثي من الرواق الأيمن، عطال يوزع توزيعة ممتازة، تصطدم بالدفاع وتدخل إلى الشباك، عيسى ماندي يستنجد بكل ثقة، أوب 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 أوب. حذاري يا رئيس، حذاري يا رئيس، حذاري، قمت بمراوغات، يلا عطال يفضل فريد بورايا، يوزع حبول، ثالث الأهداف، إسلام سليماني، إسلام سليماني، إسلام سليماني، السوبر سليم، الهدف الثالث للمنتخب الوطني، أو بالأحرى الهدف رقم 40 لهذا الهداف التاريخي، الهداف التاريخي للمنتخب الوطني الجزائري.